الحل معها هو تفاعل جزيئات الماء مع أيونات الملح، ونلاحظ أن الملح الناتج عن حمض قوي وأساس قوي تكون أيوناته حيادية أي لا تتحلم. إذن الحلمها تتم فقط للشق الضعيف من أيونات الملح، أي الشق الناتج عن حمض ضعيف أو الشق الناتج عن أساس ضعيف، ويكون pH الوسط الناتج إما حمضي أو قلوي ونادرا ما يكون معتدل. لنأخذ بعض التطبيقات الحسابية على طبيعة الوسط الناتج عن حلمهة الأملاح. يضاف حجم معين من ملح كلوريد الكالسيوم الذي تركيزه 0.02 مول على اللتر إلى حجم مماثل له من ملح كبريتات الصوديوم تركيزه 0.04 مول على اللتر. فإذا علمت أن جداء الذوبان لملح كبريتات الكالسيوم هو 9×10⁶ المطلوب، اكتب معادلات الإيماها الحاصلة لهذه الأملاح. أولا ملح كلوريد الكالسيوم يتميه وفق المعادلة CaCl2 يعطي Ca+2+2Cl-. أما ملح كبريتات الصوديوم فإنه يتميه وفق المعادلة Na2SO4 تعطي 2 Na موجب زائد SO4-2. أما إذا أردنا كتابة معادلة التوازن غير المتجانس لملح كبريتات الكالسيوم فإننا نجد أنها تعطى بالعلاقة Ca-SO4 تفاعل متوازن Ca+2+SO4-2، أي أن هذا الملح هو عبارة عن ملح شحيح الذوباني، أي أنه يكون في حالة توازن بين الطور الصلب والطور السائل. لذلك يمكن أن نعبر عن ثابت التوازن للمحلول في حالة الإشباع بما يسمى جداء الذوبانية أي KSB، والذي يعطى بالشكل KSB لملح كبريتات الكالسيوم يساوي جداء تركيز أيونات الكالسيوم Ca+2 ب تركيز أيونات الكبريتات SO4-2. أما إذا أردنا حساب الذوبانية المولية لملح كبريتات الكالسيوم أو حتى الذوبانية الكتلية، فإن نتذكر أن معادلة التأين الجزئي لملح كبريتات الكالسيوم كونه ملح شحيح الذوبانية تعطى بالعلاقة CaSO4 تعطي Ca+2+SO4-2. التركيز الابتدائي لملح كبريتات الكالسيوم X، وبما أن الأيونات مواد ناتجة التركيز الابتدائي لها معدومة. عند الذوبانية، ونحدد هنا كلمة ذوبانية، هذا يعني أن كامل جزيئات الملح في حالة ذوبان للحصول على محلول مشبع، لذلك يصبح تركيز الملح مساويا الصفر، وتركيز أيونات الكالسيوم تساوي التركيز الابتدائي للملح. أيضا تركيز SO4-2 عند حالة الإشباع تساوي تركيز الابتدائي للملح. لذلك نكتب الKSB جداء الذوبان لهذا المحلول المشبع تساوي تركيز Ca+2 بSO4-2، ونلاحظ أن تركيز أيونات الكالسيوم X، تركيز أيونات الكبريتات X. إذن تركيز أيونات الكبريتات يساوي تركيز أيونات الكالسيوم وكلاهما يساوي X. هذا يعني أن KSB هي من نص السؤال 9×10⁶ تساوي X تربيع، ونؤكد هنا بأن X تعبر عن تركيز أيونات الكالسيوم أو تركيز أيونات الكبريتات فهما متساويان. لذلك نجد أن X تساوي 3×10⁶ مول على اللتر، وهي تعبر عن X أي التركيز الابتدائي لملح كبريتات الكالسيوم اللازم للوصول إلى حالة الإشباع. ونلاحظ هنا بأن X 3×10⁶ مول على اللتر تعبر عن الذوبانية المولية.
أما إذا أردنا حساب الذوبانية الكتلية فإننا نتذكر بأن التركيز بالجرام على اللتر يساوي التركيز بالمول على اللتر ضرب الكتلة المولية. التركيز بالمول على اللتر هو 3/10 ناقص 3. الكتلة المولية لملح كبريتات الكالسيوم Ca(SO4) هو عبارة عن 136، وذلك لأن الكالسيوم له كتلة ذرية 40، S 32، O 16 ولكن مضروبة بأربعة، يكون المجموع 136. إذن الذوبانية الكتلية تساوي 408/10 ناقص 3 جرام على اللتر. وعند مزج ملح كلوريد الكالسيوم مع ملح كبريتات الصوديوم يمكن أن يترسب جزء من الملح. فإذا أردنا تبيان سبب ترسب جزء من الملح بالشكل الرياضي أي حسابيا، فإننا نتذكر بأن الملح في حالة توازن بين الطور الصلب والطور السائل. ولكن إذا افترضنا بأننا لا نعلم فيما إذا كان هذا المحلول الملحي هو في حالة إشباع أم في حالة تحت إشباع أم في حالة فوق إشباع، فإننا لا نحسب الKSB وإنما نحسب جداء أيوني للملح والذي يرمز له بالرمز Q، وهو يساوي بالشكل أيضا الKSB، ولكن نذكر KSB عندما نتأكد أن المحلول الملحي في حالة إشباع. أما عند عدم التأكد من أن المحلول الملحي في حالة إشباع فإننا نستبدل الرمز KSB الذي يعبر عن حالة الإشباع بالرمز Q الذي يعبر عن الجداء الأيوني. وهنا يجب أن نحسب تراكيز أيونات الكالسيوم وأيونات الكبريتات، ولكن يجب أن تحسب هذه التراكيز لحظة المزج، أي لا تؤخذ تركيز أيونات الكالسيوم 0.02 لأنها تركيز أيونات الكالسيوم في محلولها. أما هنا يحدث التفاعل عند المزج، أي يجب أن تؤخذ التراكيز لحظة المزج. وكما نعلم بأن التركيز لحظة المزج يساوي تركيز المادة في محلولها ضرب حجم المادة في محلولها، أي حجم المحلول الأصلي للمادة، مقسوما على V فتحة، و V فتحة هو عبارة عن حجم المحلول الكلي بعد المزج. هذا يعني أن تركيز ملح كلوريد الكالسيوم يساوي التركيز الأصلي وهو 0.02 ضرب V مقسوما على V زائد V، حيث V هو عبارة عن حجم محلول كلوريد الكالسيوم وهو غير معلوم، لذلك وضعناه بشكل افتراضي V، وهناك حجم مماثل له أيضا من ملح كبريتات الصوديوم، لذلك وضعنا الشكل V زائد V. نختصر رياضيا بين البسط والمقام، فنجد أن التركيز هو 0.01 مول على اللتر. بطريقة مشابهة نحسب تركيز ملح كبريتات الصوديوم فنجد أنها 0.02 مول على اللتر. بالتعويض في علاقة جداء الأيونات للملح نجد أنها تساوي 0.01 ضرب 0.02 وتساوي 2/10 ناقص 4. بمقارنة قيمة الجداء الأيوني للملح بجداء الذوبان نلاحظ أن Q أكبر من KSP، وبما أن Q أكبر من KSP هذا يعني أن المحلول الملحي هو في حالة فوق إشباع، لذلك سوف يترسب جزء من الملح للعودة إلى حالة الإشباع. في محلول مائي لملح كلوريد الأمونيوم ذي التركيز الابتدائي 0.2 مول على اللتر وقيمة pH له تساوي 5، حيث تكتب معادلة الإيماها لهذا الملح بالشكل NH4Cl تعطي NH4 موجب زائد Cl سالب. الشق الضعيف من هذا الملح NH4 موجب سوف
يخضع لتفاعل حلمها في الماء فيحدث التفاعل NH4 موجب زائد H2O تعطي NH3 زائد H3O موجب. التركيز الابتدائي كما هو معلوم من نص السؤال، التركيز الابتدائي لملح كلوريد الأمونيوم هو 0.2، أي أن التركيز الابتدائي لأيونات الأمونيوم هو 0.2. NH3 مادة ناتجة، H3O موجب أيضا مادة ناتجة، لذلك تكون التراكيز الابتدائية لهما معدومة. التراكيز بعد زمن لأيون الأمونيوم يتناقص بمقدار X، تركيز NH3 وتركيز H3O موجب يزداد بمقدار X. إذا أردنا حساب قيمة ثابت الحلمها لهذا الملح، نكتب عبارة ثابت الحلمها KH تساوي NH3 B H3O موجب على NH4 موجب. نعوض فنجد أن تركيز النشادر X، تركيز H3O موجب X جداؤهما يعطي X للتربيع على NH4 موجب وهي 0.2 ناقص X. نؤكد هنا بأن ثوابت الحلمها للأملاح ضعيفة الذوبانية يكون صغير جدا، لذلك تهمل X أمام 0.2، لذلك يجب أن نحسب قيمة X، وقيمة X التي تساوي تركيز أيونات الهيدرونيوم تحسب من قيمة pH المعلومة، حيث أن الـ pH تساوي 5 وهي كما نعلم تساوي تركيز أيونات الهيدرونيوم التي تساوي 10 أس ناقص pH، أي 10 أس ناقص 5 مول على اللتر. إذن X هي عبارة عن 10 أس ناقص 5 مول على اللتر. X هي عبارة عن تركيز أيونات الهيدرونيوم. بالتعويض لقيمة X في المعادلة السابقة وهي 10 أس ناقص 5 بعد إهمال X أمام 0.2، نجد أن ثابت الحلمها X تربيع على 0.2، أي 10 أس ناقص 5 للتربيع، أي 10 أس ناقص 10 على 0.2 تساوي 5 بعشرة أس ناقص 10. إذا أردنا حساب قيمة ثابت التأيون للنشادر، نتذكر بأن KH B K B تساوي 10 أس ناقص 14، وقد حسبنا ثابت الحلمها فكان 5 بعشرة أس ناقص 10. بالتعويض في العلاقة السابقة نجد أن KB تساوي 10 أس ناقص 14 على KH، أي 10 أس ناقص 14 على 5 بعشرة أس ناقص 10 تساوي 2 بعشرة أس ناقص 5. إذا أضفنا إلى المحلول السابق قطرات من محلول حمض كلور الماء ذي التركيز 0.01 مول على اللتر، كم تكون النسبة المئوية المتحلمها من ملح كلوريد الأمونيوم؟ إن تركيز أيونات الهيدرونيوم المضافي تساوي تركيز حمض كلور الماء وهي 0.01، لأن حمض كلور الماء هو عبارة عن حمض قوي أحادي الوظيفة. نكتب معادلة الحلمها المتوازنة لأيونات الأمونيوم ونضع التراكيز الابتدائية ونوضح الاختلاف بين حالة الإضافة والحالة الأولى بأن تركيز أيونات الهيدرونيوم أصبحت تساوي 0.01، ويفسر ذلك بأن أيونات الهيدرونيوم أصبح لها مصدران، المصدر الأول هو عملية الحلمها، والتركيز الابتدائي لأيونات الهيدرونيوم الناتج عن عملية الحلمها تساوي الصفر، والمصدر الثاني هو حمض كلور الماء ذي التركيز 0.01. تركيز أيونات الهيدرونيوم يتناقص مع مرور الزمن، تركيز النشادر يزداد مع مرور الزمن بمقدار X، تركيز أيونات الهيدرونيوم أيضا يزداد مع مرور الزمن فيصبح 0.01 زائد X.
نعوض في ثابت الحلمها وهو عبارة عن تراكيز المواد الناتجة للنشادر X ضرب تركيز أيونات الهيدرونيوم وهي 0.01 زائد X مقسومة على تركيز أيونات الأمونيوم وهي 0.2 ناقص X. تهمل X أمام 0.01، تهمل X أمام 0.2 وذلك لصغر KH، ونعوض عن KH بما يساويها حيث أن KH تساوي 5 × 10 أس ناقص 10، نجد أن X تساوي 10 أس ناقص 8 مول على لتر. إذن X وهو عبارة عن المقدار المتحلمة، X هو عبارة عن المقدار المتحلمة، فإذا أردنا حساب النسبة المئوية للمقدار المتحلمة، Y يساوي X المقدار المتحلمة على C هو التركيز الابتدائي والنسبة المئوية، لذلك يجب أن نضرب بمية، فنجد أن Y تساوي 10 أس ناقص 8 على 0.2 ضرب 100، فيكون النسبة المئوية المتحلمة هي 5 × 10 أس ناقص 6%. في محلول حجمه 200 مللتر من كلوريد الباريوم الذي يحوي 10 أس ناقص 5 مول، والذي يضاف إلى 800 مللتر من محلول كبريتات البوتاسيوم الذي يحوي 10 أس ناقص 5 مول، فإننا نحصل على محلول مشبع من كبريتات الباريوم. فإذا أردنا حساب جداء الذوبان لملح كبريتات الباريوم، نكتب معادلة التأين الجزئي لهذا الملح المتوازن بين الطور الصلب والطور السائل، فإننا نجد أن Ba(SO4) تعطي Ba+2 زائد SO4-2. نكتب التراكيز الابتدائية والتراكيز بعد زمن، ونلاحظ أننا نعبر عن ملح في حالة إشباع، لذلك يصبح التركيز النهائي صفر. يصبح تركيز أيونات الباريوم X هو التركيز الابتدائي للملح، وكذلك تركيز أيونات الكبريتات. بما أن المحلول في حالة إشباع، نكتب KSB تساوي تركيز أيونات الباريوم بتركيز أيونات الكبريتات، وبما أن تركيز أيونات الباريوم وتركيز أيونات الكبريتات متساوي، فإننا نكتب X تربيع. وهنا نوضح بأنه يجب أن نحسب تركيز أيونات الباريوم وتركيز أيونات الكبريتات، ولكن التراكيز لحظة المزج. لذلك نذكر بالقانون الذي يعبر عن التركيز المولي، وهو عبارة عن عدد المولات على الحجم، ولكن نؤكد هنا على أن الحجم هو الحجم الكلي، هو حجم المحلولين بعد حالة المزج. فيكون تركيز ملح كلوريد الباريوم هو عدد المولات 10 أس ناقص 5 على الحجم الكلي هو 0.2 زائد 0.8، أي يساوي 10 أس ناقص 5 مول على لتر. أيضا تركيز ملح كبريتات البوتاسيوم هو 10 أس ناقص 5 على 0.2 زائد 0.8، أيضا 10 أس ناقص 5 مول على لتر. فيكون لدينا جداء الذوبان KSP الذي يساوي تركيز أيونات الباريوم بتركيز أيونات الكبريتات الذي يساوي X للتربيع، بالتعويض 1 × 10 أس ناقص 5 للتربيع، أي 10 × 10 أس ناقص 10. ماذا تتوقع أن يحدث عندما نضيف قطرات من حمض الكبريت إلى المحلول السابق؟ فسر إجابتك. عند إضافة حمض الكبريت يزداد تركيز أيونات الكبريتات SO4 ويصبح لدينا Q الذي يساوي الجداء الأيوني، أي جداء تراكيز أيونات الكبريتات بتركيز أيونات الباريوم أكبر من KSB جداء الذوبان، وهذا يعني أن المحلول يصبح فوق مشبع. بما أن المحلول يصبح فوق مشبع، يترسب كمية من الملح
ليصبح المحلول مشبع. وهذا طبعا يتوافق مع قاعدة لوشاتوليه، لأن إضافة كمية من حمض الكبريت يعني زيادة في تركيز أيونات الكبريتات وهي مادة ناتجة، فيختل التوازن ويرجح بالاتجاه العكسي الذي يترسب فيه جزء من الملح للوصول إلى حالة توازن جديدة. إن معرفة الخصائص الحمضية أو القولوية أو حتى الحيادية لمحاليل الأملاح ذي أهمية كبيرة، وخاصة في المحاليل التي تستخدم لأغراض طبية سواء دوائية أو علاجية أو حتى وقائية.